يدخلها داخل الاسطوانه يفردها الى الاخير، وبعدين في طريق العوده حيكون في البساط الكثير من العوائق اللي حيحطوها لو طبعا المنافسين الباقين الفردين الباقين من كل فريق يحطوا العوائق لزميلهم من الفريق الخصم. المطلوب منك داخل الاسطوانه انك تبرم وتبعد العوائق عشان ينطبق معك البساط بشكل سليم. من سينفذ المهمه اسرع من الفريق الاخر هو الفائز. جاهزين؟ من اللي حيدخل داخل الاسطوانه من هذا الفريق؟ اوس. ومن الفريق الثاني؟ مصطفى. مركزين انتم على مصطفى؟ جاهزين؟ تفضلوا يا شباب الى داخل الاسطوانات حتى نعطيكم اشاره البدء ونشوف مين اللي حياخذ ال 150 الف ريال. طيب يا شباب، الجولة الأولى الآن حتبدأ. المطلوب من كل واحد منكم واحد من الفريق يدخل داخل الأسطوانة يفردها حتى العلامة الزرقاء بشكل مستقيم ما يخرجش على المسار. لما يوصل مطلوب واحد من الفريق الثاني اللي هو موجود بجانب المسار يحط العوائق، يرص العوائق لك. بعد ما ينتهي أنت تبدأ بالعودة، ترجع تطبق الفرش مرة ثانية وتحاول أنك تبعد العوائق اللي موجودة عليه. اللي حيوصل الأسرع حيفوز بهذه المرحلة الأولى أو الجولة الأولى من المرحلة الثانية من اللعبة الثانية. جاهزين؟ طيب، مع إشارتي أعطيكم إشارة البدء. تفضلوا يا شباب. بدأ أوس وبدأ بسام في الجهة الثانية، ماشيين حلو. بسام برافو عليك. بسام وصل للطرف بس خلاص، الجهة الثانية برضو أوس. يلا يا شباب العوائق، إذا انطرحت العوائق أسرع أقفل صاحبكم بسرعة. أسرع 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 أسرع. يلا ابدأ يا بسام. أوس بدأ يعاني مشكلة مع العازل الحراري، لونه مختلف عن الموكيت على فكرة. العازل الحراري في حركته أصعب للأمانة، في التحكم فيه بالمسار فيه أصعب، لكن هي البداية إذا بدأت صح أنت ممكن تقسم صح. يعني شايف أوس؟ يلا يا أوس، يلا أوس. بسام بيبذل مجهود، بيحاول. بسام بيحاول، قربوا من النهاية. وأوس يا أوس يرمي العوائق. برافو 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 برافو. يعني اذا بناخذها الان تقريبا تقريبا متعادلين لامرين مهمين. الامر الاول انه اوس ما قفلش الفرش بالشكل الصحيح، وبسام تاخر ثانيتين في العوده، فهذه تجوب هذه، وانا بحسب الجوله هذه تعادل. الحاسمه هي الجوله القادمه. خلونا نطلع فاصل نرتب الاجواء، وبعد الفاصل نبدأ بالحسم على 150 ألف ريال. خليكم معنا شباب. الآن المسألة على 150 ألف. بسام عمل شغله، أوس عمل شغله، الآن دور أسامة وصادق. شباب 150 يا تروح لك ولفريقك ولا تروح لك يا صادق أنت وفريقك. حتبدأوا من الآن، تفضلوا بهدوء بدون استعجال. بداية كويسة لأسامة وصادق، بدأ أيضا كمان يمشي بشكل كويس. أسامة بدأ ينحرف على المسار، أسامة بدأ ينحرف على المسار جدا. أسامة ارجع، أسامة ارجع. وبرضو برضو لا، لازم ترجع، لازم ترجع عشان تعدل مسارك. ارجع يا سلام،
يا سلام. صادق بدا يعدل المسار، باقي اسامه. اسامه مصمم، اسامه مصمم على المسار. ارجع يا اسامه. ستوب. الان بدات العوده، مرحله العوده، وبدا وضع العوائق. خلينا نشوف الان حيقدروا يرجعوا الشباب ولا لا، ويستطيعوا انهم يفوزوا بال150 الالف. اسرع اسرع، كلما سرعت كلما انطلق صاحبك بشكل ابكر. لو ما صاحبك ينتهي انت تبدا، لو ما صاحبك ينتهي من وضع العوائق انت تبدا. مين اسرع في وضع العوائق؟ مين اسرع في وضع العوائق؟ باقي الجره، باقي الجره. يلا برافو عليك، برافو عليك. دور يا أسامة. ارجع ارجع، عدل ودور، عدل ودور. برافو. يلا يا سلام يا سلام يا سلام. والله برافو برافو يا أسامة، برافو يا أسامة. كمل 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 كمل. يا صادق يا سلام عليك. الآن ضاع صادق وسط البرميل. خلاص يا صادق، يعطيك العافيه، اطلع اطلع اطلع. يعني انا ملاحظ مشاهدي الكرام انه الفريقين للامانه بذلوا مجهود غير عادي غير طبيعي، لكن كانت الغلبه للفريق الاخضر لانه كان اسامه يقود المسيره. الفريق الاصفر كان في محاوله هروب من اللي يكون داخل البرميل. في الاخير صادق قرر انه يدخل، لكن صادق بدا بدايه حلوه، على الرجعه خرج من المسار تماما وتعقدت الامور بالنسبه له. عموما هارد لك، احنا لسه في المسابقة. اللعبة الأولى أخذنا فيها 50,000 ريال، اللعبة الثانية طارت الفلوس كلها للفريق الأخضر، الجولة الثالثة هي المهمة اللي فيها كم؟ 250,000 ريال. حنشوف حنشوف. هذا ايش الأحمر اللي في وجهك ذا؟ من الكراتين، من التقلب، يعني بوجهك كنت داكمهن. طيب يا شباب، حنطلع فاصل، وبعد الفاصل حندخل على المسابقة الأخيرة، المرحلة الأخيرة في ماتش التحدي على قناة السعيدة بين قائدي الفريقين صادق والأخ أوس، وحنشوف مين اللي حيطلع بالرصيد الأكبر وبالمبلغ الأكبر في حلقة اليوم المثيرة. خليكم معنا، لا تروحوا بعيد.